اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في الجزء الاخير من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه تباعا. نذكر المستمعين في السيارات يسمعون الاذاعه بمواقع التواصل الاجتماعي كره روتانا دوت نت من البرنامج الرسمي كره شو على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الهواء وكل مكان راح تلاقون كوره. سامي اليوسف وعبد الكريم الفالح هم ضيفا هذه الحلقه. مقالتنا اليوم في فقره بين قوسين. في فقرة بين قوسين يطل علينا الكاتب عبد الكريم الزامل بصحيفة الجزيرة بمقاله الذي اختار له عنوان إحنا وين وآسيا وين، حيث بدأ الكاتب مقالته بقوله: يخطئ من يحمل مدربي منتخبنا الوطني أو مدربي الأندية التي تشارك في البطولات الآسيوية مسؤولية الإخفاق الذي لازم الكرة السعودية على المستوى القاري خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأقولها بكل ثقة إن المدربين لا يتحملون كامل مسؤولية الإخفاق المتواصل والذي أكمله الاتحاد الأسبوع الماضي أمام الفريق الكوري الذي أكله رايح جاي، وكذلك الحال فعل الفريق الإيراني بالهلال الموسم الماضي وهما أفضل فريقين في العقد الأخير. هذا يؤكد أن الفارق الفني بين الكرة السعودية وبعض الدول الآسيوية صار كبيرا جدا، ووصلنا لمرحلة لم نعد نستطيع مجاراتهم على الأقل. العودة للانتصارات الآسيوية وتقليص الفارق الفني يحتاج لعمل كبير، وهذا العمل يحتاج لدفعة معنوية أكبر، ولن تأتي إلا من خلال منتخبنا الوطني الذي أعلن نهاية الأسبوع الماضي مدربه تشكيلته لمباراتي الحسم القادمتين. ورغم أنها تجاهلت الأبرز في المنتخب با، إلا أن الهولندي ريكارد لديه ما يبرر هذا التجاهل الذي قد يكون بسبب عدم التأثير على الانسجام في المنتخب. منتخبنا يحمل مهمة استعادة الثقة للكرة السعودية على المستوى الآسيوي، وتجاوز التصفيات الأولية بنجاح هو بداية الطريق الصحيح لإعادة الكرة السعودية للمنافسة على القمة الآسيوية سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية، ولعل جيل الطفرة المالية الحالي يصحو من غيبوبته ليحقق بعضا من الإنجازات التي سيسجلها التاريخ لهم وتدونها سجلات المؤرخين بعد أن أصبحت حساباتهم مليئة بالملايين فيما سجلاتهم خالية من الإنجازات. ثم يفتح الكاتب عبد الكريم الزامل نافذة أخرى صوب نادي النصر فيقول: لمست عن قرب عشقا غير طبيعي يربط الجماهير النصراوية بفريقها. الغريب أن هذا العشق يزداد كلما مر الفريق بأزمة كالتي يعيشها حاليا، وهي بالطبع أزمة نتائج عصفت بالعمل الإداري والفني بالنادي. عشق الجماهير النصراوية يجعلها دائما تتفائل وتتمسك بأي بارقة أمل، ومن واجبي كإعلامي أن أكون صريحا معها عن أحوال ناديها بالتصريح لا بالتلميح. هذه المرة النصر بالفعل يمر بأزمة مادية كبيرة تسببت فيها الإصلاحات السابقة التي كلفت النادي كثيرا، والمصيبة أن تلك الإصلاحات هي الداء وتتمحور في خماس كلف النادي ما يقارب 70 مليونا، وهم السهلاوي وريان بلال والعنزي والقحطاني والحارثي. وإذا لم تضحي الإدارة بالثنائي الأخير لتحافظ على البقية فلن تقوم للفريق قائمة حتى لو تعاقد النصر مع أبرز نجوم العالم. فبوجود هذا الخماسي لن يعود النصر للمنافسة مهما عملت الإدارة، وبالتالي عليها أن تكون أكثر جرأة وتتخذ قرار الإبعاد لبعضهم قبل أن يبعدها الجمهور الذي لا يعرف خفايا الأمور. ثم يختم الكاتب مقالته بهذه الدعوة: في هذه الأيام المباركة ندعو الله بالرحمة والمغفرة للأمير سلطان بن عبد العزيز، وكذلك نبارك لخلفه ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز حفظه الله. وبمناسبة 10 ذي الحجة أدعو الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يعيد حجاج بيت الله لأوطانهم سالمين، وندعو الله ألا يحرمنا أجر هذه العشر، وكل عام وأنتم بخير. طيب جاهزين للتوقعات؟ انت معك سامي الشباب والنصر؟ الشباب طبعا. نتيجة يعني؟ ممكن 2-1 3-1. عطنا واحدة. 2-1. 2-1 طبعا ما فكرت. الشباب والنصر؟ 2-0. مين؟ الشباب. الشباب. القادسية والاتحاد؟ تعادل 1-1. 1-1 القادسية والاتحاد؟ القادسية 2-1.
2 1 تعاون نجران تعاون 3 2 2 1 واحدة 2 1 2 1 تعاون نجران تعاون ونجران 2 0 للتعاون الفيصلي والأنصار الفيصلي 2 0 الفيصلي والأنصار الفيصلي 2 1 2 واحد خلينا نشوف توقعات الأمس لمباريات اليوم. مباريات الغد نبدأ معكم فهد الهلال والرائد. يعني الهلال أقرب يعني. الهلال أقرب أقرب يعني ممكن 3-0 3-0 مهندس طارق الهلال والرائد 3-0 الهلال نتيجة 3-0 الهلال. طيب مباراة أتوقعها الأهلي والاتفاق أتوقع أنت ولا تمني تفهم أنت شو تتمنى طيب خلنا نبدأ معك نبدأ معك أنا أتمنى فوز الأهلي أتمنى فوز الأهلي لكن التوقع أتوقع تعادل أتوقع تعادل طيب مهندس طارق أنا ماشي مع أبو فهد أتوقعها تعادل فعلا أتوقعها تعادل طيب المباراة الأخيرة مهندس طارق الفتح وهجر فوز الفتح 2-1 فوز الفتح 2-1 والله أنا أذهب إلى التعادل. والله شوف أنا أتوقع يعني فيها في أهداف لكن أذهب إلى التعادل ممكن 1-1 كذا. واحد. أبو فهد لو جاب التوقع الأخير صح راح تكون أول مرة في برنامج كرة التوقعات لكل الضيوف صحيحة بس خل العلامة الكاملة للمهندس طارق توجد نشوف عناوين صحافة الصباح. في صحيفة اليوم الثانية التاسعة تسجل رقما سعوديا جديدا في الحياة كوستاس فريقنا يقدم مستويات جيدة ونخسر بأخطائنا الاقتصادية لا مفر الشباب مخرج النصر منع دخول الطبول والدفايات للمدرجات في شمس دكة الاحتياط تهوي بسعر صالح بشير في بورصة اللاعبين وغضب ديمتري يلغي مؤتمر الاتحاد في عكاظ الاتحاد يرصد 3000 مهرا للقادسية وديمتري يستعير بدكة البدلاء لتعويض غياب الخماسي وفي عنوان آخر العمودي يعد بطقم عالمي ومنتجع بحري يرسم خريطة صقل مواهب العميد في النادي استقالات وإقالات في الاتحاد معركة أولاد الحارة في الجزيرة في دوري زين ضغط الهلال يفل الرائد بعشرة لاعبين الأهلي يتعادل مع الاتفاق وقمة الأحساء فتحوية أخيرا مع المدينة الاتحاد يغادر للشرقية بدون 6 نجوم أو الشرقية هذه عناوين الصحافة هذا الصباح نشوف ضيوف حلقة الغد عثمان أبو بكر مالي الكاتب والناقد الرياضي المعروف عبد العزيز السويد الكاتب والناقد الرياضي المعروف سامي شكرا جزيلا لك شكرا لوجودك معنا شكرا لك أنا شاكر لك على ظهور بهذا البرنامج المتميز يمكن لعبك يمكن ودي يروح مع الاتحاد الشرقي نروح مع عشان القادسية يعني أبو هيا شكرا جزيلا لك شكرا وشكرا لسامي على أنه أتاح لي الفرصة أني أشوفه بعد فترة كبيرة ما شفناه شكرا للمشاهدين والمذيعين وكل عام مش أنتوا اللي تعطوا لي الفرصة أنا اللي تعطوا لي الفرصة راح تقول لي قول أبو هي ما أقدر أقول لا شيء موعدنا غدا إن شاء الله 11:30 في أمان الله